اتمنى الفوز، ولكن الحمد لله ان احنا حققنا نتيجه ايجابيه. هاني اتفضل. هاني معانا؟ يا هاني حدايا الاهرام. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء الخير على كل الساده المشاهدين. زي ما حضرتك بتقول احنا كلنا كنا بنتمنى الفوز، يعني البعض كان بيتابع طبعا المباراه هنا من نادي حدائق الاهرام. طبعا الهدف في مرمى المنتخب الوطني في الدقيقه 42 ونجاح محمد صلاح في الرد في الدقيقه 70. هنشوف انطباع المشاهدين هنا من نادي حدائق الاهرام، ازاي تابعوا اداء المنتخب الوطني، هل ادى بشكل كويس، هل كان هناك تغييرات لابد ان تحدث. خلينا نسمع تحليل اكتر هنا من المتابعين والمشاهدين هنا من نادي حدائق الاهرام بعد التحيه. حضرتك شفت ازاي اداء النهارده المنتخب الوطني؟ هو الاداء مش كان احسن حاجه، يعني في احسن من كده. يعني زيزو المفروض ما يلعبش دفاع، هو بنزل زيزو دفاع ليه؟ هو ايه الخطه اصلا اللي بيلعب بها؟ ولازم يعمل تعديل في الخطه ويلعب، يعرف الناس الخطه اللي بيلعب بها ايه كده. دي من حضرتك النهارده ما شفتش خطه؟ لا مش شايف خطه، انا شايف اللي هو عمال ينزل لعيبه نص اللي هو اللي بيلعبوا هجوم وخلاص، ما فيش خطه. بعد الهدف في مرمى المنتخب المصري في الدقيقه 42 بدا التحسن، بقى لما بدا اللعيبه تهدى وبقينا نلعب كورتنا خلاص، بقينا بنهاجم وبقينا وعملنا فرصه واثنين وثلاثه لحد ما سجلنا الهدف. تغييرات كابتن حسام حسن في الشوط الثاني كانت ايجابيه بالنسبه لك؟ لا ما كانتش ايجابيه بالنسبه لي، ما كانتش. حضرتك مساء الخير، حضرتك تابعت ازاي المباراه النهارده والنتيجه بالنسبه لك مرضيه ولا غير مرضيه؟ والله هو الماتش اجمالا كده كويس، انا ليا بس حاجه ان احنا كنا خايفين في الشوط الاولاني، ما كناش عندنا الجرأه ان احنا نهاجم، الفريق كان مستسلم اللي قدامنا جدا جدا جدا، غينيا بيساو كان مستسلم، كان المفروض ان احنا نضغط اكتر زي الشوط الثاني، ضغطنا وعملنا شغل كويس، ولكن اللي جاي افضل، نتيجه كويسه معقوله، احنا يعتبر 10 نقط دلوقتي حاجه كويسه، المفروض الماتش اللي جاي ننهي الموضوع ونوصل ان شاء الله كاس العالم باذن الله. ان شاء الله متفائل ان احنا ان شاء الله هنوصل كاس العالم؟ ان شاء الله هتكون حاجه كويسه. وحاجه برضه نقطتين لاحظناهم في الماتش، اللي هو حسام حسن حاطط زي تكتيك للركنيات والفاولات، قبل كده المدربين ما كانوش بيعملوها قوي، عنده فكره بيعملها وفكر كتير مش فكره واحده، كل فاول تلاقي فيه فكره مختلفه بتتعمل. والشوط الثاني فيه تبتنين كانوا حلوين منهم، مثلا ناصر ماهر، وكانوا هو ماتش اللي هيشوفه يقولوا حلو، لكن بالنسبه لمنتخب مصر هو مش قد كده. الماتش ده ان شاء الله ماتشات الجايه يكون احلى. مساء الخير، حضرتك شفت الماتش النهارده ازاي؟ كنت متوقع التعادل بيننا وبين كينيا غينيا بيساو؟ لا يعني والله احنا كنا متوقعين المكسب علشان نضمن صعود لكاس العالم، لكن درجات الحراره وان المنتخب بيلعب في وقت نهار وكده هوت، ده اكيد هياثر على اللعيبه، مش متعودين على اللعب في النهار وخاصه في افريقيا. كمان اكيد الارهاق من السفر، احنا لسه كنا بنلعب الماتش كان هنا عندنا في ارضنا من كام يوم، وبعدين هم سافروا على طول، فاكيد في ارهاق يعني. بس ان شاء الله دي ماتشات تجميع نقاط علشان نصعد لكاس عالم وكده، فان شاء الله الماتشات اللي جايه يقدروا يجمعوا نقاط يصعدوا بيها كاس عالم باذن الله يعني. ان شاء الله التعادل بالنسبه لك النهارده مرضي ولا غير مرضي؟ لا هو مرضي بالنسبه لطريقه اللعب اللي اتلعب بيها في الشوط الاولاني. هو كان المفروض الشوط الاولاني نلعبه زي الشوط الثاني، احنا لو كنا لعبنا الشوط الاولاني زي الشوط الثاني كان هيبقى في فرق كبير، احنا كان ممكن نكسب 3 و4، بس للاسف ان احنا لعبنا بطريقه في الشوط الاولاني خايفين شويه، قلقانين شويه، احنا عايزين نطلع باقل خسائر، فعشان كده خسرنا نقطه، خسرنا نقطتين، خدنا نقطه، دي مكسب برضو يعني حاجه محترمه بنبني عليها لبكره، فربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. في اللي جاي بقى نركز على ايه؟ لازم نركز على الماتشين اللي جايين، لازم نركز على الماتشين الجايين، هم دول اللي هيصعدونا كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تعالى يا حبيبي قول لي عايز تقول ايه؟ شفت الماتش؟ ايه رايك بقى في الماتش؟ حلو، بس ما كانش اقوى اداء لمنتخب مصر، وكنا كلنا متوقعين ان احنا نكسب، وكنا متوقعين نتيجه كبيره زي اللي كان متوقع 2-1 3-1. و مين احسن حد عجبك في المباراه في المنتخب الوطني؟ مصر. محمد صلاح. كنت متوقع انه هيسدد النهارده؟ ايوه كنت.
اتوقع نكسب 3-1 او 4-1. ازعل لي كده معلش. خلاص ان شاء الله احنا بنجمع نقاط والدنيا هنوصل كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي ايه الاخبار حضرتك؟ ايه رايك النهارده في التعادل؟ والله كان قدامنا فرصه اسهل ان احنا نكسب غينيا. فريق مش صعب يعني قوي. صحيح. كان ممكن الموضوع يبقى اسهل شويه. جت فرصه في اخر الماتش اللي ضاعت دي وربنا ما وفقناش فيها، بس مش مشكله، لسه في ماتشات كتير باقيه، والفرصه السنه دي او كاس العالم الجاي يعني اسهل عشان عدد الفرق زاد، وفرق في افريقيا كمان بعد المغرب عملته، فالمقاعد زادت بالنسبه لافريقيا يعني. متفائل نوصل ان شاء الله كاس العالم؟ ان شاء الله سهله يعني. ايه اخبار الماتش؟ تعالى الحمد لله. اشبال بقى نادي حاليا العرب، الماتش كان عامل ايه؟ الحمد لله كان كويس، بس انا كنت متوقع ان احنا كنا نكسب بفرق اكبر، وبصراحه انا شفت فرص كتير كانت بتيجي بس ضاعت. وغير كده كمان احنا في الشوط الاول كنا بصراحه ضعاف جدا، الشوط الثاني حسيت ان احنا بدانا كنت متاكد الاداء كان احسن، كان احسن، وكنا احتمال كنا نكسب اصلا ان شاء الله. ها انا شايف ان الماتش كان كويس. تمام. محمد صلاح عمل اداء كويس الشوط الثاني، هو وتريزيجيه كانوا كويسين، ادوا بشكل كويس. وكان برضو في تعليق عندي للتحكيم بتاع المباراه، الفرصه بتاعه مصطفى محمد ساعه ما الحارس خبطه دي ما كانتش في الكوره، الحارس كان بالفعل كان خبطه، كان المفروض تبقى ضربه جزاء. هاني بشكرك وتحياتي. متوقع النتيجه تعادل ولا كنت متوقع احسن؟ الموجودين في نادي حدائق الاهرام هاني بشكرك وبشكرهم كمان. شكرا.